حلقتنا متابعة معكم، ومننتقل هلأ إلى قصر سرسق لنتابع معرض حمل عنوان نظرات إلى بيروت. هالمعرض بياخدنا برحلة إلى بيروت بالقرن التاسع عشر من خلال صور فوتوغرافية نادرة تروي حكاية مدينة مزنرة بالصنوبر والبحر وبيوت الأرميد العتيقة. تقرير الصنوبر، بار بيروت، الكارنتينا، عين المرايسي والروشة، دروب المزينة بشجر الصبير والرمان، منظر البحر المتوسط، طبيعة بيروت ولبنان. هن مشاهد من بيروت ما شفناها من قبل، مناظر نادرة جسدتها لوحات نادرة بمعرض ضوى على بيروت بالقرن التاسع عشر والعشرين من 1800 لل 1960 من خلال صور فوتوغرافية، لوحات زيتية ومخطوطات نقلت لنا حقبة منجهلها من بيروت القديمة بمعرض بانوراما على المدينة حمل عنوان نظرات على بيروت أو ريغار سور بيروت. أهميته أنه أول مرة في 250 لوحة وفوتوغرافيات بذات المحل بيصوروا بيروت بهالمرحلة. هو هالعمل هالإكسبوزيسون هي سيلفي عجميان اللي كانت مهتمة بالمتحف خلال 40 سنة. أهم شيء بالحياة يبقى في عنده ذكريات حلوة الواحد، وبعدين نحن جيلنا عرفنا هالبيروت يعني، والتاريخ كتير مهم وهيدا حدث مهم كتير. إيه رجعنا هيك بالتاريخ dans des temps calmes de بيروت، on est ravi là c'est très joli. عم نرجع نكتشف بيروت وكيف كانت وهيك، والحلو إنه المناطق كلها هلا بعدها موجودة، إنه هون وهون وهون it's nice. أعمال لأول مرة بتنعرض، مجموعات خاصة لشخصيات لبنانية شكلوا معرض نظرات على بيروت اللي بيخدنا بالماضي بنزهة مفعمة بالأحاسيس بالجماليات والاكتشاف بمكان أيضا خارج الزمان والمكان. فالمعرض انطلق بقصر سرسق اللي افتتح أبوابه للزوار مؤخرا ليستقبل أهالي بيروت وكل المناطق بمعرض مستمر لغاية 8 شباط. كل تاريخ بيروت هيدا موجود هون، وهيدا بنشكر كثير القيمين على المتحف اللي قاموا بهالجهد العظيم وجمعوا هالمجموعه. بقول يا ريت لو بعدنا بهديك الايام، الجبال جبال، البحر بحر، كذا، كله صار عمار، بطلنا نعرف شيء. دعانوا للمحافظة بالقليلة على قسم من بيروت القديمة. قبل ما نتابع مع تقريرنا بناخذ اتصال مباشر من السيد أنطوان حايك رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين لنعرف منه تأثير هالعاصفة على المزارعين. صباح الخير استاذ أنطوان. النور على المزارعين وعلى الزرع كمان، يعطيك العافية. منعرف انه قلة الشتاء مثل كترته على المزروعات خاصة بالبقاع يلي منعرف انه عم تتلج فيها وتأثيرها عم بيكون سلبي على المزروعات، شو فيك تحطنا بالجو تعطينا شوي فكرة عن وضع الزرع؟ يعني هي بالشتاء بالعواصف على طول في، يعني احنا عنا ثلاث قطاعات هم اكثر شيء بيتاثروا. نعم. لهن الحمضيات، الماوز، والخيام البلاستيكيه. هلا بالنسبه للبقاع والجبال، هلا معروف انه هذه الفتره فيها سقعه وفيها ثلج، سو كل الزراعات متاقلمه، ان كان الاشجار المثمره او اذا كان بالحقل، الزراعات الحقليه بتكون هلا واقفه، يعني ما في زرع، ما في انتاج. يعني لهلا لحظه بس قبل ما نتابع، لهلا بالجبال المزروعات منا متضرره؟ ما في، يعني ما في اساسا، ما في مزروعات، في اشجار مثمره، وهالاشجار المفروض يكون المزارع محضره،
يعني مربط الشجر، هيدي المزارعين بيعرفوها. والاكثر من هيك هلا بصير في خوف وقت تصحى الدنيا يعني تكون في ثلج يطلع فار الحقل وياكل الشتل. كمان المزارع هون مفروض يعرف انه يحط طعم للفيران لحتى ما يطلعوا ياكلوا الشجر تبعه، يقضموا الشجر تبعه. نعم. بهالمناطق هيدي مبدئيا من حيث المبدا هاي العواصف طبيعيه اللي اجت، نسبه السقعه والثلج الى اخره، بترجع على اللي هي الزراعات الساحليه اللي بناخذ منها انتاج بالشتاء، هي الحمضيات والموز مثل ما قلنا والخيام الفلاستيكية. نعم. هلا العاصفه انه الى يومين مبلشه، بس كان في عواصف قبل كمان. هلا على طول هلا هيدي في اضرار على طول بالنسبه لهالزراعات هيدي، لانه الاول قوي بس طبيعيه كمان يعني ما اجت كثير قويه. ايه بس انه بالاجمال وقت يجي هوا قوي الليمون بهر لانه بكون بعده على الشجر لانه هلا موسمه، بهر الليمون. الموز اذا كمان عاصفه قويه بيتكسروا شتل الموز، بيقلب قرط الموز، والخيام البلاستيكيه من الهواء بقبع النايلون او بتطبق الخيام اذا كان في ثلج قوي كثير اجى ثلج. هلا في مشكله ثانيه هي مشكله السقعه، يعني السقعه اللي صارت اليوم بهالليل ومتوقعه تصير الليله القادمه، هيدي السقعه كمان لثلاث زراعات هودي هن زيتون كمان ممكن كثير تاثر عليهم في حال تدني الحراره لما تحت الصفر، يعني اذا كان البندوره والخيار والخضار بالاجمال اللي موجوده بالخيام البلاستيكيه هيدي فيها تنسلق من السقعه من الجليد بتتضرر. كمان الماوس بيتضرر مثل ما تضرر السنه الماضيه، يعني السنه الماضيه ما بقي في ماوس بالسهوله الساحليه من جراء السقعه الكثير قويه اجت. نعم. والليمون كمان بيتاثر. هلا تاثيرهم بعد كم يوم ببين مزبوط قديش نسبه الضرر اللي بده يطلع. نعم. في مزرعات بتحتاج للبرد؟ بتحتاج للبرد؟ لا، انه كل الزراعه بكل اجمالا بدها تمرق بالمرحله الطبيعيه تبعها، في سقعه لتموت الامراض، وفي اشجار اذا ما اجت سقعه ما بيرجعوا بيقلعوا مزبوط، يعني في هيدا الشيلينج هيدي الطبيعه هيك خلقت، يعني بده يجي فتره سقعه وراها بترجع بتمشي المزروعات. نعم. المشكله مش هون، مش بالاضرار، المشكله انه هالمزارعين اللي عم يتضرروا ما حدا عم بعوض لهم، ما في اليه للتعويض. هون هيدي المشكله الكبيره اللي بتصير، لانه الكوارث الطبيعيه بالقطاع الزراعي هيدي معروفه من وقت خلق الانسان. استاذ انطوان عم بقطش، بعتقد ما في ارسال منيح عندك مطرح منك قاعد، اذا فيك تغير المطرح بس لنرجع نسمعك بوضوح. كنت عم بتقلنا انه وزاره الزراعه ما عم تتحمل المسؤوليه، ما عم بتعود على المزارعين مثل ما لازم، ما عم بيكون في اي لفته جديده متابعه يمكن مع وزاره الزراعه؟ لك هلا هي النتيجه التعويض مش بوزاره الزراعه اللي بتقدمه، وزاره الزراعه قد تقترح انه تعوضوا على المزارعين، هي قرار حكومي هيدا، وهذا القرار الحكومي من سنين طويله ما عادت اخذت اي قرار للتعويض على المزارعين. النتيجه انه كان المقترح واللي هو لازم يصير هو ينعمل مؤسسه وتناقش بمجلس النواب وتقدم اقتراح قانون بهالخصوص، هي اسمها المؤسسه العامه للضمان الزراعي من الكوارث. نعم. هيدي المؤسسه مثل شركه تامين، المزارع بيأمن مزرعته فيها، بقول شو عنده، وفي حال صار في كارثه مثل واحد بيأمن سيارته، بيروح بيعمل ديكلاراسيون بيقول انا صار معي هالحادث هيدا، بيروح الخبراء بيكشفوا بيعوضوا تلقائيا. نعم. وهيدي مؤسسه لانه بالقطاع الزراعي بدها دعم من الدوله، والدعم المفروض سنويا ما يزيد عن 5 مليون دولار. طيب وين صارت هالمؤسسه؟ للاسف اخر جلسه انعملت لهذا الاقتراح القانون كان بكانون الثاني 2005، وبعده من 11 سنه بالسويات العميق ما في قرار سياسي، ما حدا عم يرجع يحرك الملف. عم نحرك كل سنه وقت يصير في كوارث بنحرك وبنحكي النواب وبنحكي الوزراء وبنطلب منهم، انما بالسبات العميق، لانه لسبب اول شيء بنرجع نحكي بالوضع السياسي العام، الوضع السياسي بدهم السياسيين بهمهم يضلوا المزارعين بحاجه للسياسي في حال صار كارثه، يعني بيروحوا عند زعيم المنطقه بيترجوه، بيروح الزعيم بياخذهم عند الوزير وعند رئيس الحكومه وقت الانتخابات بينتخبوا. نعم. هيدي وحده. ثاني شغله، هذا اقتراح القانون مجلس الاداره تبعه اذا في حال طلع القانون مش مبين لاحد الفرقاء السياسيين ليتبناه ويبيعه ويشتريه بمجلس النواب، وبالتالي هذا الاقتراح بعده نايم مش لمصلحتهم.
بعده نايم لا تغيير هالجو السياسي العام بلبنان. ومن وقتها لهلا بعده المزارع هو اللي عم يدفع الثمن وعم بشوف كيف بده يعوض شوي عن الاضرار يلي نتجت من وراء العصر. ما في تعويضات، يعني اخر مره بال 2006 كان في كشف على كان في قرار بالتعويض. بلش يكشف الجيش جديا لتحديد الاضرار، رجع طلع قرار بوقف كل هيدا القرار هيدا بالنسبه للتعويضات. وهي كانت يعني قلنا هلا اكثر من 12 سنه ما صار في اي تعويض جدي الا بعد التعويضات المحليه بيكونوا الوزير او الرئيس الهيئه العليا للاغاثه قرارات شخصيه يعني بمناطق معينه تتبع سياسيا لفلان او لفلتين بيعطون شويه مساعده. طيب استاذ انطوان ذكرت نقطه معينه، يعني بالتالي بدي اعرف منك شو بتقدم وزاره الزراعه او كجمعيه مزارعين لبنانيين؟ يعني ذكرت نقطه حضرتك قلت انه الخوف هلا من فار الحقل، هيدا له دواء معين اكيد لتجنب المشكلة مثلا الزراعة. هيك ادويه ايه هول بتامنون وزاره الزراعه؟ ايه وزاره الزراعه كل سنه بتشتري بعض ادويه للفار الحقل وغيره، وهي حتى عملت يعني لنكون منصفين حقويين يعني ونعطي كل واحد حقه، أعلنت وزارة الزراعة أنه أي مزارع بحب يحصل على فار الحقل قادر يقدم طلب على مصالح الزراعية ليأخذ الطعوم لحتى يحطهم ببستانه لما يصير في أضرار. إنما هيدا مش كافي يعني طبعا أكيد مش كافي، أنا بس كنت عم بوضح هالفكرة بيستفيدوا من شيء المزارعين. أنا أكثر بكثير يعني دور وزارة الزراعة هو دور أول شيء بتقدم الاقتراحات القوانين والقرارات، يعني هي بتنظم بتاخذ القرارات وبعدين بتراقب مزبوط وبتقترح. يعني كله هيدا مش موجود، يعني نحن القطاع الزراعي بلبنان للأسف ما دام فتحنا موضوع الكوارث الطبيعية، هلا من جراء الكوارث الطبيعية القطاع الزراعي وصل أنه صار أكثر قطاع عليه مخاطر، مشان هيك بتلاقي المصارف قليل بتسلف بالقطاع الزراعي وحتى المستثمرين بيحجموا ما بيعودوا يروحوا يستثمروا بالقطاع الزراعي كان لبنانيين او خارجيا. بتلاقي مين بيجي بيستثمر بالصناعه بيستثمر بكثير قطاعات بمطرح مؤكد يعني انه او على القليل مضمون اكثر من غير قطاعات اخرى 100%. القطاع الزراعي هو القطاع بلبنان الاكثر اكثر شيء بيتعرض للمخاطر وخطره كتير كبير، مشان هيك بتلاقي انه هو المهمش. هلا كان مفروض اقتراح القانون هاي يطلع المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث مع حماية الانتاج المحلي، يعني كانوا هول القرارين مهمين جدا لحتى ناخد القطاع الزراعي من قطاع ذات مخاطر كتير عالية لقطاع عادي ممكن الاستثمار قطاع عادي على القليلة لترجعوا تنشطوه يمكن الاستثمار فيه، واللي بده يشتغل بالقطاع الزراعي على القليلة ما يكون عم بحط اجره على رمال متحركة مثل ما بيقولوا. ان شاء الله خير استاذ انطوان حايك رئيس جمعية مزارعين لبنانيين. نحن حويك ايوه انطوان حويك ما تواخذنا بنعتذر، هي ثاني مره بقولك لازم تصلح لي من اول ولا يهمك ما تواخذنا استاذ انطوان حويك. فاذا نحن بنشكر مداخلتك، بنتمنى انه هالعاصفه تكون خير على الناس وعلى المزارعين بشكل خاص وتتقلص الاضرار قد ما فينا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله معك. بريك جديد نرجع نتابع الاسم الاخير من اخبار صباح لليوم، خليكن معنا.